خطبة حجة الوداع كانت بغدير خم، حيث قام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بتوجيه المسلمين وإرشادهم بالالتزام بما جاء في الكتاب والسنة بحضور أكثر من 100,000 من المسلمين والمسلمات. في اجتماع غدير خم اجتمع المسلمون بكل الأطياف وبكل المشارب، وكانت تجسيد حقيقة للوحدة كما هي الآن طبعا، يعني نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وآله في مثل هذه الاحتفالات. طبعا مناسبة جليلة حدثت في عقاب حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة اللي حجها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أشار الشيخ علي الجدي إلى أن الكويت أرض الإسلام وأرض أهل البيت عليهم السلام، وأن هذه الأرض الطيبة جسدت ذلك تجمع بالتآلف والتكاتف والعدالة بين الجميع بفضل القيادة الحكيمة. يشرفني أن أقف على هذه الأرض الطيبة، أرض الإسلام، أرض المحبة، أرض أهل البيت عليهم السلام، أرض الكويت العزيزة، هذا الوطن الغالي، نتدارس بها أمر إلهي سماوي. من خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا مضللين يملك بعضكم رقاب بعض، إضافة إلى العديد من التوجيهات والإرشادات الأخرى. عباس دشتي، حسينية آل محمد.